بالنسبه لي انا كنشوف كاينين عباقره عندنا في المغرب غير ما تحتش ليهم فرصه، باقي ما لقاوش الفرصه المناسبه. خاص المسؤولين يشوفوا في جهتهم يعيطوا ليهم. حنا كاع الناس اللي كيقراو عندنا مزيان يا كيمشيو لا فرانس كيمشيو لكندا يمشيو لامريك كياخذوهم الدول الاوروبيه. في نظري انا خاصو ينتفتوا ليهم باش ان شاء الله المغرب يزيد القدام. اذكى اذكى انسان في في العرب بعدا هما المغاربه في العرب، اذكى باش في العالم العالم ثاني حاجه اخرى. العالم راه كاين الذكيين ولكن المغاربه اكثر. بارابور الكلاسمون ديال المغاربه انا جو بونس با كل المغاربه غادي يكونوا ممكن الخين، لان المغاربه ممكن الخين غير هما الذكاء ديالهم ما كيستغلوش في البلاصه اللي خصو يستغل فيها، كيستغلوه في القوالب اللي ربي تسمح لينا. ما غنقولوش بان فرنسا حيت عندها مشاكل مع المغرب راه غادي تكون هي اللي دارت لنا هذه المساله هذه، مي سي بوسيبل نقدروا نقولوا بان فرنسا لان عندها مشاكل مع المغرب ومع دول اخرى، وبما ان عندها ازمه اقتصاديه كتحاول انها تصرف هذه الازمه هذه وتوجه الانظار ديال الفرنساويين والناس المواطنين ديالها اتجاه اخر باش ما يبقاوش يفكروا في هذه الازمه هذه اون اتوندو يلقاو لهم حلول. ما يمكنش اكبر خشب في العالم هو الا دخل شي على جوجل كتب شي المغرب يطلع لك اذكى شعب في العالم. نقول انا كنعيش برا انا واختي، حنا بزاف على دوك الناس هما فايتيننا حيتاش معروفين، ما حنا احسن منهم عندنا مؤهلات اكثر منهم، كنفهموا عليهم كنعرفوا عليهم بزاف الحوايج. في نظري سؤال حنا احسن من بزاف ناس اوروبيين. جو بونس غير حنايا حيت في العالم الثالث واخدين عليهم ديك النظره باننا ما كنعرفوش ما عندناش امكانيات عقليه شويه متاخره. احنا الحمد لله احنا غاديين كنصلحوا شويه وغاديين لقدام ونتمنى نوصلوا للنيفو اللي واصلين اليوم، مع اننا احنا داكشي اللي عندنا ما عندهمش هما. المغرب الحمد لله يعني كيمتاز ب يعني عبر قرون وعبر التاريخ ديالنا. حنا الانسان اللي رجع للتاريخ كيلقى بان المغرب مصنف من الناس الاوائل في العلم او اي حاجه ثقافه ولا. حنا ما كنعبؤوش بهذه الافكار هذه، والحمد لله حنا تايقين في نفوسنا والحمد لله المغرب غادي في تطور. الناس كاع اللي كيجيو للمغرب كونوا واخدين واحد النظره متخلفه على المغرب كيجيو الحمد لله هنا كيسقيو عويناتهم كيشوفوا بان المغرب غادي في تدهورات غادي الحمد لله غادي في حد ازدهار الحمد لله. اللهم لك الحمد حنا ما عندناش مشكل في هاد الناس يصنفونا كما بغاو ويقولوا كما بغاو، حنا الحمد لله ما كنعبؤوش بهاد المسائل. هذاك اللي قال مكلخ المغرب هو اللي مكلخ.